ماك تشوف روحك باللي انت يا عباره عن كولو نيرف عندهم تماك وين تماك في التشكيله وقلقهم في المنتخب كولو نيرف شدك الكولو تعب الكولو هذا انا اشوف روحي انسان عادي لا لا انا اشوفك تبارك الله اللي نهضر اعطيتك تعبير مجازي عندهم شوف شوف زيد لك على التشكيله نقولوا لهاد التشكيله انتوا راكم مركزين على التشكيله قبل مني كاين جريده هي محترمه خرجوا التشكيله هذه قبل مني ما هضرش معها عليها لا غازيت دي فينك خرجوا تشكيله قبل مني وعلاش ما هضرش عليهم بالماضي ونزيد لك اكثر من هذا تسمح لي تاعهم ما كانش كيما التاثير تاع حسين جنة سمعنا انا سمعنا لي حاجه معلوم سي بور سا جيت راني حاجه كبيره صراحه عليك اي راني حاجه صار عليك كبيره لا غازيت دي فينك خرجوا تشكيله ما هضرش عليهم بالماضي لو كان تيت حاجه هضر على حسين جناد هكذا ايوا علاش راك هنا انا بالماضي اسمع اسمع انا بالماضي بالماضي انا الا تتذكروا واحد المره كان نهضر كلام غير لائق انا كانت عندي معلومات من جهه اخرى من خارج الوطن قلت له اعطيني ربع ساعه تذكروا هذه ولا ما تذكروش قلت له اعطيني ربع ساعه نعطيك واحد المعلومات اللي ما عندكش طيب معليش تسمح لي ما عندوش يعني تستهلك اللي عنده لليوم تسمح لي تسمح لي تسترق انا نقول لك ما عندوش معلومات ما عندوش تا واحد يجي يقول لك نعطيك معلومات يهموك وما عندكش هذه المعلومات تسمعوا ولا ما تسمعوش لازم تسمع دقيقة 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 هذه هربت لي اسمح لي كلامك كبير مرحب. هربت لي هذه يعني انت كنت حوس على بالماضي باش تعطي له معلومات هامة هامة جدا ما حبش يسمع لي ما حبش يسمع لي وتحديته في التلفزيون وقلت له اعطيني ربع ساعة من وقتك نعطي لك معلومات اللي انت ما عندكش وتهم المنتخب الوطني لان بالطريقه نتاعو هذه كان يضر في المنتخب الوطني بلا ما يفيق وكانت عندي معلومات وكنت رايح نعطي له المعلومات ونعطيه نصيحه لانهم اعطوني نصيحه نوجهها له ولكن سي بالماضي تعرفوا عقليته حتى ثاني سيدي حتى ثاني شغل كنت تلعب لهم لعب الغميضه كنت تعيي فيه وطونك تبدا تعيي فيه وكل يوم تلعب معه وكل يوم تلعب معه لعب القط والفار بيان سور يخافك ويتوسوس منك ولا واش قالوا صحيح